بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، سنحاول في هذا الفيديو أن نحدد دول الاتحاد الأوروبي. إذا في فيديو معين سابقا حددنا الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، ألا وهي ستة. هي إيطاليا، لاحظوا إيطاليا إحدى دول البحر الأبيض المتوسط. عندنا أيضا ماذا، فرنسا إحدى أيضا دول البحر المتوسط وأيضا مشرفة على المحيط الأطلسي. عندنا أيضا بلجيكا، بلجيكا أيضا عندنا تحت بلجيكا قلنا دويلة صغيرة هي لوكسمبورغ، وأيضا عندنا هولندا. هولندا قلنا هولندا زائد بلجيكا ولوكسمبورغ تعطينا منطقة أو البينيلوكس، البينيلوكس. إذا هولندا قلنا الاسم الرسمي له هو الأراضي المنخفضة. ثم عندنا ألمانيا الغربية، ألمانيا الغربية. إذا الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي ستة كما عرفنا في فيديو سابقا، ألا وهي ألمانيا الغربية، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، زائد فرنسا، وزائد ماذا؟ إيطاليا. بعد ذلك عرف الاتحاد الأوروبي توسعا في عدد دوله. إذا ثم انضمت في 1973 كل ملاحظوا جيدا من إيرلندا الجنوبية، ثم عندنا بريطانيا، لاحظوا بريطانيا، ثم عندنا ايضا الدنمارك. وحنا قلنا الدنمارك هي دولة فوق ماذا، او واقعة شمال ماذا، المانيا، شمال المانيا، رأسها كنت لاحظوا رأس شمال المانيا، وحددناه وذكرنا في عدة مناسبات. اذا 1957 هناك ست دول هي التي اسست ماذا، او كانت انطلاقة منها انطلق تأسيس الاتحاد الاوروبي، الا وهي هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، المانيا الغربية، فرنسا، ايطاليا. ثم ما انضمت إلى هذه الست دول أيضا ثلاث دول عام 1973. إذا هذه الدول هي إيرلندا، بريطانيا، وعندنا أيضا الدنمارك، وعندنا أيضا ماذا، الدنمارك. في عام 1971 أو 81 عفوا 1981 انضمت دولة وحيدة وهي ماذا، وهي اليونان. اليونان هاكم تلاحظوا اليونان، إذا يفصل بينها وبين ماذا، تركيا، بحر إيجا، بحر إيجا، لاحظوا جيدا اليونان إحدى دول البحر الأبيض المتوسط. اليونان مؤخرا هي منعت ماذا، منعت عبور لاجئين ماذا إلى أوروبا. هاي اليونان، اليونان لاحظوا جيدا، عندنا تركيا ثم يجي بحر إيجا ثم تجي اليونان، اليونان فوق اليونان. لاحظوا جيدا عندنا ألبانيا، حددناها في الفترة في فيديو سابق. إذا 1981 تنضم دولة واحدة هي اليونان. عام 1986 انضمت دولتان جارتان ألا وهما البرتغال، لاحظوا جيدا البرتغال وإسبانيا، البرتغال، لاحظوا جيدا البرتغال وإسبانيا جارتان انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1986. في عام 1995 لاحظوا انضمت ثلاث دول، ثلاث دول، النمسا، النمسا إحدى دول وسط ماذا، وسط أوروبا. النمسا معروفة بمؤتمر ماذا، مؤتمر فيينا، ومعروفة أيضا أنها مقر منظمة الدول المصدرة ماذا للبترول الأوباك. أيضا إلى جانب النمسا هناك فنلندا السويد، فنلندا السويد دولتان تنتميان إلى الدول الإسكندنافية. إذا 1995 انضمت ثلاث دول إلى الاتحاد الأوروبي، لاحظوا النمسا وفي وسط ماذا أوروبا، عندنا أيضا السويد، عندنا فنلندا. في 2004 تلاحظوا جيدا في 2004 حدث تغيير في طبيعة الدول التي انضمت إلى الاتحاد ماذا الأوروبي. لاحظوا جيدا وذكرنا هذا أيضا في فيديو، لاحظوا عندنا استونيا، ليتونيا، ليتوانيا، استونيا، ليتونيا، ليتوانيا، وقلنا أنها تعرف بدول البلطيق ثلاث، وكانت إحدى الجمهوريات التابعة ماذا للاتحاد السوفيتي. بعد تفكك أو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي استقلت هذه ماذا الدول. لاحظوا استونيا، ليتونيا، ليتوانيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004. إلى جانب هذه دول البلطيق عندنا بولندا، بولندا أيضا كانت ضمن الديمقراطيات الشعبية، الديمقراطيات الشعبية، عندنا بولندا مقر حيث يتواجد مقر حلف وارسو. إذا تحت بولندا قلنا عندنا تشيكوسلوفاكيا اللي انقسمت إلى دولتين، هم جمهورية سلوفاكيا وجمهورية تشيك. لاحظوا في 2004 أيضا ضمت ماذا إلى الاتحاد الأوروبي. ثم عندنا المجر أو هنغاريا، إذا لاحظوا جيدا، ثم عندنا سلوفينيا،
سلوفينيا إحدى الدول التي كانت تعطينا أو تتكون منها ماذا؟ يوغوسلافيا. ويوغوسلافيا عندما انقسمت إلى عدة دولات من بينها سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة، الهرز، صربيا، الجبل الأسود، مقدونيا وغيرها. إذا سلوفينيا، إذا هنا سلوفاكيا، هنا سلوفينيا، لاحظوا جيدا، سلوفينيا تحت النمسا، سلوفينيا تحت ماذا؟ النمسا. ثم عندنا هنا مالطا، مالطا وليس يلطا، مالطا. مالطا جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، ما أيضا تعتبر عضو، أيضا عضو في الاتحاد الأوروبي. عندنا أيضا جزيرة صقلية، جزيرة ماذا؟ صقلية، عفوا جزيرة ماذا؟ قبرص، عفوا قبرص، معذرة، قبرص عفوا قبرص، لاحظوا جيدا، تحت تركيا، قبرص تحت تركيا، وهي مقسمة إلى قسمين، جزء تابع ماذا لتركيا وجزء تابع ماذا لليونان. إذا لاحظوا جيدا قبرص ومالطا. إذا لاحظوا جيدا في 2004 لاحظوا شحال من دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، هي وليتونيا، ليتوانيا أو استونيا، عفوا ليتونيا، ليتوانيا، بولندا، جمهورية تشيك، جمهورية سلوفاكيا، عندنا المجر، عندنا سلوفينيا، عندنا مالطا، عندنا قبرص. إذا حوالي 10 ماذا دول انضمت، أغلبها لاحظوا جيدا من الكتلة الشرقية، أغلبها من الكتلة الشرقية، يعني بعد تفكك منظمة الكوميكون في 28 جوان من عام 1991، دول منظمة الكوميكون انضمت إلى الاتحاد ماذا؟ إلى الاتحاد الأوروبي. ثم عندنا في 2007 لاحظوا هناك دولتان هي بلغاريا ورومانيا، بلغاريا ورومانيا أيضا انضمت إلى الاتحاد ماذا؟ الأوروبي. في 2013 عندنا أيضا عندنا كرواتيا، عندنا كرواتيا، هتلاحظ كرواتيا تحت سلوفينيا، كرواتيا تحت سلوفينيا، 2013 انضمت كرواتيا. التغيير اللي حدث في الاتحاد الأوروبي هو خروج ماذا؟ بريطانيا سنة 2020. إذا تلاحظوا جيدا بدأ الاتحاد ماذا؟ الأوروبي بست دول، إلى أن أصبح عدد ماذا؟ دولي حوالي 27 ماذا؟ دولة. إذا لاحظوا جيد كل ما يزيد عدد الدول ماذا؟ ما هو الشيء الذي يتغير أو يزداد؟ لاحظوا جيد تزداد المساحة ولا لا؟ ست دول ثم بزيادة عدد الدول تزداد عدد المساحة، بزيادة عدد المساحة تزداد القوة البشرية، تتوفر اليد العاملة، أيضا تزداد الأراضي الزراعية، أيضا تتوفر الثروات ماذا الطبيعية. وبالتالي لاحظوا جيدا هذا كان أحد عوامل قوة الاتحاد الأوروبي، قوة الاتحاد الأوروبي تكمن في تكتل مجموعة ماذا من الدول وتبادل الخبرات والإمكانات وثروات فيما بينها. إذن كل ما زاد عدد الدول تزداد المساحة، تزداد عدد الثروات، تزداد القوة البشرية، تتسع السوق الاستهلاكية، مما يحفز على عملية ماذا الإنتاج. إذا هذا هي دول الاتحاد الأوروبي، حوالي 27 أو 28 دولة بعد انسحاب، أو 27 بعد انسحاب ماذا بريطانيا. إذا ست دول، ثم انضمت إليها ثلاث دول هي إيرلندا، بريطانيا، الدنمارك، ثم انضمت هناك دولة أخرى هي اليونان، ثم انضمت دولتان إسبانيا والبرتغال، ثم انضمت ثلاث دول هي النمسا، السويد ماذا وفنلندا، ثم انضمت أيضا دول الكتلة الشرقية أو الدول ماذا الديمقراطيات الشعبية أو الدول اللي كانت عضو في منظمة الكوميكون، ثم بعد حل هذه المنظمة انضمت إلى الاتحاد ماذا الأوروبي، زائد قبرص أيضا في البحر الأبيض المتوسط، وأيضا عندنا مالطا. إذا هذا هو أو هي دول الاتحاد الأوروبي، ونتمنى أن نكون قد أفدناكم.